السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير شباب. اليوم نزلت الليكتشر الخامس مال البيولوجي الاورجانلز، التكمله مال يعني الليكتشر الرابع والليكتشر الخامس هن نفس الماده، تمام؟ بس لان كبيره فقسموها اثنين. اليوم راح نشرح، طبعا انا شارح من هناك بارت وهسه راح اشرح بارت، يعني من هناك بارت من هناك، يعني ذيك الملزمه الليكتشر الرابع شارح البارت الاول بعد بارت ثاني باشر ان شاء الله، والملزمة الخامسة أو الليكتشر الخامس هسه اليوم راح ننزل البارت الأول وباشر بارت ثاني إن شاء الله، تمام؟ فهسه نبدأ نقول يا الله الأوبجيكتيف راح نعرف define the nucleus، نعرف شنو النواة، determine the function of the nucleus راح نحدد وظائف النواة، describe structure of the nucleus راح نوصف هياكل النواة، recognize cytoplasm راح نتعرف عليه من على cytoplasm، define the cytoskeleton يعني الجهاز الهيكلي، describe type of the non-living inclusion يعني المكونات الغير حية الموجودة وين بالنواة، list chemical classification of the non-living inclusion راح يعطينا بعض أو نعدد بعض المواد الكيميائية الغير مهمة بالجسم، وليست cellular activities راح نعدد وظائف الخلية أو فعاليات الخلية. المهم شباب نبدأ بيهن واحدة واحدة إن شاء الله، أعتقد اليوم نوصل لهنا أو لهنا ونشوف الباقي نكملهن. نقول يا الله النيوكلياس، شنو النيوكلياس؟ is highly specialized organelle عضية متخصصة جدا أو عالية التخصص، that serves an information processing شلون تعمل؟ تعالج المعلومات، information processing تعالج معلومات، and administrative center of the cell يعني هي الجزء المركزي او اللي يتحكم بكل الفعاليات، تمام؟ النيوكليوس is the brain of the cell، النواة هي شنو؟ عقل الخلية، it is the control center، control center التحكم المركزي where all thinking takes place of the cell for the cell يعني هي المسيطرة المركزية، أي شيء موجود وين؟ بداخل الخلية، يعني هي المديرة العامة بكل شيء. Without nucleus the cell cannot function يعني بدون النواة الخلية ما تقدر تؤدي وظائفها، مثال على ياكو خلايا ما عندها نواة أو تموت نواتها، مثل خلايا الدم الحمر لما تكبر الماتشور ريد بلس سيلز تموت نواتها من تكبر الذكاء وقبل تموت، يعني تفقد نواتها وانها تموت، اخذناها بالسادس. المهم هاي النيوكلياس، هذا يوضح لك النيوكلياس هذا الشكل الها. هنا الوظائف شباب، هاي الوظائف حفظ يعني واسوي شي يفتهمون حتى يصير سهل حفظهن. اول وظيفة هي storage and maintenance، تخزن وتحافظ على شنو؟ على genetic information، على المعلومات الوراثية يقصد بها الدي ان اي، ماشي؟ يعني اول وظيفة storage and maintenance يعني تحافظ على يمن genetic information. الشغلة الثانية control تسيطر على يمن على gene expression يعني التعبير الجيني او عبور الجيني اللي اخذناه بالسادس الوراثة، من خلال شنو؟ transcription الاستنساخ من يصير للدي ان اي شباب. يعني اول وظيفه تحمي تخزن وتحافظ على يمن على الدي ان اي genetic information، ثاني وظيفه تسيطر على يمن على الجين expression تعبير الجيني عن طريق شنو؟ transcription استنساخ. هسه راح اصنع لي الرايبوسوم، هذا الار يعني رايبوسوم ار ان اي، ريبوسوم ار ان اي اند اسامبلاي اوف ذا ريبوسوم مجمع الريبوسومات، يعني هي النيوكلياس تصنع الريبوسوم ار ان اي وتجمع الريبوسومات، تمام؟ خلصنا وظائفها. هنا الستركتشر مالتها الهياكل شنو يقصد بيها الهياكل؟ يعني ايش بيها؟ هنا ايش بيها النواة؟ راح ناخذ مكونات هي موجوده بالنواة. اول واحد النيوكليير انفلوب يعني الغشاء مال الخلية مال النواة، سوري هي النواة اول شيء نطب لها لازم ناخذ الغشاء، زين. النيوكليولس هذا مادة موجودة بداخل النواة، ماشي؟ زين هسه بعدين شنو نعرفه شنو هو وشنو شبيه هذا بالرايبوسومات يعني، زين.
اكو مواد اثنين يسموه الكروماتين والكروموسومز، ماشي؟ هذا شباب نعرفهن لازم. هسه اول ثلاثه شنو؟ النيوكليير ديفلوب انفلوب سوري النيوكليولس، وعندي الكروموسوم والكروماتين. اكو بعد مكونات اخرى يسموه نيوكليير ماتريكس بروتين، هاي الماده بين خلويه هي موجوده ميتوكوند فايبرال نتورك شبكه من الالياف. زين هسه عندي النيوكلوبلازم، يعني البلازم الموجود اكو باع ماكو سيتوبلازم برا، وبالنواة هم اكو سيتوبلازم يسموه نيوكلوبلازم. زين the fluid substance in which the solute of the nucleus، يعني هي مادة موجودة بشكل محلول وين داخل النواة، are dissolved يعني مذابة، مادة سائلة مذابة وين داخل النواة، هيك يقصد بيها. السب نيوكليير بارتيكل فاريوس ديسكريت سبيشاليزد ستراكشر وذين ذا نيوكلوبلازم، يعني يقول لك الاشياء مختلفه او تكون جزيئات موجوده بس نيوكلوسايتوبلازم يحتوي عليها نيوكلوسايتوبلازم. اخر جزء هو نيوكليير لامينيا، النيوكليير لامينيا هو هذا هم جزء، واكو بورس بعد ثقوب. النيوكليير لامينيا هي بيها هم جزء اخر، يعني ذني شباب اريدكم تعرفوهن، يعني هسه انتم لا تستعجلون تقولون شنو هاي وشنو هاي، هسه ناخذن واحده واحده يعني ماشي. هسه نعيدهن شنو هن. اول شيء نيوكليير انفلوب، اثنين النيوكلولاس، زين الكروموسوم والكروماتين، وعندي نيوكليير ماتريكس بروتين، وشنو بعد عندي النيوكليير لامينيا، وعندي نيوكلولاس، سته نحفظهن ان شاء الله. هسه عندي راح نجي نشرح اول واحد نيوكليير انفلوب شنو اقصد به. It is known، هو معروف باسم nuclear membrane، معروف باسم غشاء الخلية. Consists of two cellular membranes، من يتكون من طبقتين من الغشاء، كنا نعرف الغشاء النووي يتكون من طبقتين مثل الغشاء البلازمي، طبقة inner وطبقة outer membrane. Arrange parallel، يعني شلون مرتبات، parallel متوازي to one another، يعني واحد هيج وواحد جوا هاي الطبقتين، فهمتوا؟ زين separated، هذا مو واحد وهاي الطبقة الثانية، مفصولات بمسافة من 10 إلى 50 نانو متر. ما شباب النيوكليير انفلوب، غشاء الخلية completely encloses، يعني هذا غشاء الخلية يحيط تماما بالنيوكليوس، هذا الغشاء يحيط كومبليتلي تماما او كاملا بمن من النيوكلياس، ويفصل لي النيوكلياس عن من سوري يفصل لي، احنا مو قلنا النيوكلياس تحتوي على الدي ان اي، هو مو يحيط بالنيوكلياس، اذا راح يفصل الدي ان اي على من، عن السيتوبلازم. وضحت شباب؟ شباب باه الفكره وما فيها. هو شنو هو شنو هنا أنا. هو هاي النواة تحاط بغلاف، ماشي، يسموه هذا الانفلوب، النواة بها الدي ان اي، ماشي، وهنا اكو سيتوبلازم، سوري هنا سيتوبلازم، اذا هو يفصل الدي ان اي عن سيتوبلازم. وضحت؟ او خلنا ارسمها بعد ادق بشكل ادق حتى توضح اكثر، لان هيجي راح تقولون اكو اشياء. شوفوا هذا الدي ان اي، ماشي، النواة هاي، بس هذا مو غشاء، هي هاي النواة اصلا، الغشاء هيك يجي، شلون يعني اقول لكم هذا الغشاء، فهمتوا؟ هذا الغشاء طبقتين، وضحت؟ هاي النواة كلها اللي بداخل الدي ان اي، لا سيتوبلازم، اذا هو يوصل الدي ان اي سيتوبلازم، وضحت؟ ان شاء الله وضحت. زين هنا شو يقول؟ يقول بعد serving as a barrier، وتعمل على حاجز تمنع الماكرو مولكيول الجزيئات الصغيرة from diffusion freely between nucleoplasm and cytoplasm. يعني شباب المقصد من هذا الشيء، النيوكلوبلازم قلنا يوجد داخل النواة والسيتوبلازم خارج النواة، تعمل هذا الغشاء مو قلنا يحيط بالنواة اللي هو هاي النواة، النواة مو هاي تحتوي دي ان اي
وبداخل الدي ان اي تحتوي النيوكلوب لازم. اذا هذا الغشاء هذا بالضبط يعمل على حاجز يمنع هذا سايت النيوكلوب لازم هنا، هذا النيوكلوب لازم داخل النواة يفصل يعني السيتوبلازم هيك شخص بي فقط يعني. زين امبورتنت اتش ار ار زين شنو هو ايش راح يسوي هذا او شنو الخصائص مالته هذا الانفلوب؟ اول خصيصه مالته هو جينيتيك ممبرين انفلوب تو جينيتيك كو تو كونستريك ممبرين سوري يتكون من طبقتين. زين بريكس داون ايتش مايتوسيس يعني شنو شباب؟ هذا يتفلش ايش وقت لما يصير مايتوسيس من يصير انقسام اعتيادي يتفلش حتى يتضاعف الماده الوراثيه الدي ان اي اللي بداخله ماشي. زين الاوتر ممبرين هذا الغشاء الخارجي كونتينوس وذب اندوبلازميك ريتيكولوم اكيد كنا نعرف خلينا نرجع لهاي الصفحه كنا من نقول البلازما النواه من كنا نسمع هنا اكو شبكه بلازميه مو صح وهنا شبكه بلازميه هيك درس مو صح. اذا دا يقول ان الطبقه الخارجيه يابع هي على تماس او اتصال ويا من الشبكه البلازميه اذا صحيح الطبقه الخارجيه متصله بين الاندوبلازما ريتيكولوم. زين يحتوي على هولز شنو هاي الهولز؟ هي بورز هاي الثقوب من خلال هاي الثقوب تمر المواد وتطلع ماشي شباب اشياء يعني كلها ماضيه بالسادس. هاي الصوره توضح كل شيء. هنا هسه راح نجي ندرس الثقوب شنو الثقوب شنو اقصد بيها الثقوب؟ الثقوب يقصد بيها النيوكليير بورز الثقوب هي بروتين كومبلكس بروتين معقد هذا الثقب هو بروتين معقد. شوف الثقب شلون يصير انا جاي اوضح لكم اياها بصوره احسن هنا يعني. شباب باعوا ركزوا هيا كل زين خلينا نقول هذا سيل ممبرين وهذا سيل ممبرين ماشي هيك خلينا نقول نجي نوضح اكو هنا شانل اللي هو هذا الثقب بالضبط ماشي. شوفوا الشانل هنا القطن مالته يكون ضيق بس هنا يكون وايد عريض هيك وضحت. شوف هذه قطره واحد وهاي القناه قطرها واحد هذا قطره 120 والقناه قطرها ايش قد 25 وضحت. هاي القناه هذا القطر منه وهذا قطره واحد البور قطره واحد والقناه قطرها واحد هسه نعرف ليش. زين الاكسترنال دايامتر يعني القطر الخارجي اباوت جيد 120 يعني هذا اللي قلت لكم من برا اكبر ب 30 مره 100 من الرايبوسومات فهمتوا؟ زين الشانل دايامتر قطر القناه قلنا 25 هاي بالنص لان برا قلنا اكبر هيك تصير هيك تصير بالضبط هنا 25 وهنا 120. زين الشانل هي هاي شو تمثل لنا هاي هسه هذا البور شو يمثل لي؟ يمثل لي قناه بين من وبين من؟ بين نيوكليوس اند سيتوبلازم دير بالكم بين نيوكليوس والسيتوبلازم لان احنا مثل ما قلنا بالساعه مثل ما قلنا انه هو هذا دا نحكي عن الانفلوب، الانفلوب ايش يحتوي للدي ان اي؟ اللي يحتوي يحيط بالنواه اللي تحتوي الدي ان اي، برا اكو سيتوبلازم وبر هنا جوا اكو نيوكلوبلازم. زين هذا شو اسمه هذا البور هاي الثقوب ايش تعمل لي؟ قناه بين من وبين من؟ بين النيوكليوس النواه وبين السيتوبلازم لان هي الثقوب هنا صايره بالانفلوب بالممبرين. اتمنى تكون وضحت يعني. زين هاي الوظيفه الاخيره مالت قبل الاخيره باسيف باسج اوف سمولر بولر مولكيول ايون يعني يسمح بمرور الجزيئات الصغيره والايونات لكن الاكتيف سيلكتيف ريجوليت باسج اوف ذا مايكرو مولكيول بروتين اند ار ان اي اس يعني المايكرو مولكيول الجزيئات الكبيره والبروتين والار ان اي اس يعني يكون مو مرورها بسرعه تمر مثل هاي الجزيئات الصغيره والايونات لا سيلكتيف اختياريا اكو اسس يعتمد عليها حتى يفوتها. زين هي دي يوضح لك هنا أنا بالضبط النيوكل شوف دي يوضح لك اللي هذا البورس هذا شوف هنا نيوكلياس وهنا سيتوبلازم اذا هو هاي قناه بين النيوكلياس والسيتوبلازم مثل ما الساعه ما شرحناها هاي شوفوها
هسه النيوكليوس لوس، هذا اللي مادة تكون شوفوا هاي المادة شباب تكون داخل النواة داخل النيوكليوس، ماشي؟ ايش تحتوي لي؟ تحتوي لي النيوكلياي النواية، او هي هاي النواية يعني تحتوي الرايبوسومات. شوف شو يقول لكم، is a dense spherical shape، شنو شكلها؟ كروي كثيف، هيكل structure present when inside the nucleus، بداخل النواة. النواة مو تحتوي نواية شباب، النواة مو تحتوي نواية، هي هاي النواية بالضبط. Some of the eukaryotic organism has nucleus that contain up to the 4 nuclei. شو يقول لك؟ يقول لك بعض الخلايا حقيقية النواة، النواة مالتها تحتوي أكثر من نواية، يعني أكثر من نيوكلياس. نيوكلياس جمعها نيوكلياي، ماشي؟ مثل أخذناها بالسادس، تذكرون نواة البصل كم كم نواية؟ تتكون من 4 نوايات بالضبط. هنا يقول لك 4 نيوكلياي. زين، عرفنا النيوكلياس هي نيوكلياي وهي نواية توجد داخل النواة. زين، النيوكليوس play on indirect role، النواية تلعب دور غير مباشر بتصنيع البروتين. عن طريق شنو؟ قلنا النواية هي المسؤولة عن تكوين الرايبوسومات. شوفوا رايبوسومز، شو وقت قلناها؟ مو هسه قلناها، قلناها بالسادس، خدنا بالسادس ان النواية هي تكون الرايبوسوم، الرايبوسوم هو يكون البروتين. اذا النواية تلعب دور غير مباشر في تكوين منو؟ البروتين، لان البروتين من يجي؟ من الرايبوسوم، والرايبوسوم من جاي؟ من النواية. اذا الحجر الاساسي لتكوين البروتين هو النواية، لكن الحجر الوسطي لتكوين البروتين هو الرايبوسوم، لأن النواية تقوم تصنيع الرايبوسوم والرايبوسوم يقوم تصنيع البروتين. زين، these ribosomes are cell organelles made up of the RNA and the protein. زين، الرايبوسومات من مصنوعة؟ من RNA ويا منو؟ بروتين. الرايبوسوم إذا واحد سألنا قال يا بل الرايبوسوم من جاي؟ أقول له إذن يجي من RNA وبروتين، ماشي؟ They are transported to the cytoplasm. زين، هاي الرايبوسومات أو سوري الرايبوسومات أو البروتينات وين تطلع؟ للسيتوبلازم. البروتينات وين تروح؟ للسيتوبلازم. زين، هاي تاتش يصير بها التصاق ويا من؟ ويا الاندوبلازم كريتيكولم. البروتينات مو تطلع للسيتوبلازم، يا أما تكون حرة بالسيتوبلازم يا أما تلتصق بالشبكة البلازمية. وضحت؟ الرايبوسوم are protein producing organelle of the cell، يعني الرايبوسوم هو المسؤول عن تكوين البروتين بالخلايا أو بالعضيات، لكن من المسؤول عن تكوين الرايبوسوم؟ هو النيوكلياي، والنيوكلياي تشترك بطريقة غير مباشرة بتكوين البروتين. أتمنى تكون وضحت. النيوكلياس disappear when cell undergo division، يعني النواة تختفي لما يكون انقسام بالخلية، ويعاد تكوينها لما يكمل الانقسام. من يصير انقسام بالخلية تختفي النواية، ومن تتكون من يكمل الانقسام ترجع تتكون، ماشي؟ هاي النيوكلياس هي هاي النواية. شوفوا هاي البور الثقوب ده، شوفوها هي هاي بالضبط، وهذا الغشاء الانفلوب، وهاي النواية، وهاي المادة بين خلوية، وهذا النيوكلوبلازم، وهذا الكروماتين. شوفوا هاي نواة، هاي نواية، هاي ثقوب، هاي سايتو نيوكليوسايتو نيوكليوبلازم، الكروماتين، كل الموجات داخل النواة. خذنا هنا السيتوبلازم، هنا اعيد لك الشغلات بس also called سيتوسول. السيتوبلازم شو يسموه؟ سيتوسول. ريمبر، اتذكر انه السيتو يعني السيل، يعني كلمة سيتو اتذكر انه هي خلية، هاي بالمصطلحات الطبية خذناها. والبلازم مين؟ البلازم هي مو سيتوبلازم، سيتو يعني سيل، كلمة بلازم fluid substance مادة سائلة. هيش ده يقول لك jelly like تشبه الجلي. السيتوبلازم سايتو جاي من خلية، بلازم fluid substance تشبه الجلي. compartment bounded by cell contains water many organ dissolve gases ion enzyme protein nucleotide amino acids sugar carbohydrate organic ma يعني الاخري، يعني جاي يقول لك، يقول لك يا بس سايتو لازم هو يجي من السايتو هي خليه،
والبلازم هي مادة سائلة. هاي هذا السيتوبلازم يحتوي لكل هاي المكونات، سواء كانت إنزيم، أيون، غاز، بروتين، نيوكليوتيد إلى آخره. Just that. نجينا هذا أسهل شيء، سيتوسكليتن، الجهاز العصبي أو الجهاز الهيكلي. كلنا نعرف مرة أخذنا بالفصل الثاني ما الأحياء الجهاز الهيكلي مين تكون سوري نبيبات دقيقة خيوط دقيقة وجسيمات مركزية، صح لو مو صحيح ثلاثة. هسه هنا نفسين زين، وخذنا قبل ما نبدأ بالتقسيمات إنه يقول وظيفة الجهاز الهيكلي يعطي دعامة ويعطي شكل ويوفر حركة. زين هنا راح نفسين ناخذ شباب. يقول the skeleton of the cells consists of three types of fiber that provide شي يسوي لي ينطيني الدعم وينطيني شكل ويعطيني mobility of the cell ماشي دعم وشكل وحركة. من يتكون microtubule microfilaments وintermediate فيلمنت يعني جسيمات مركزية أو خيوط مركزية إلى آخره نفس الشيء. المايكروتيوبولز النبيبات الدقيقة أو النبيب الدقيقة بس هي تجي النبيبات الدقيقة. زين النبيبات الدقيقة كنا ناخذها الاسم منها من تيوبولز تتكون من بروتين يسموه تيوبولين أخذناه بالسادس. and have a lead role in the separation of the cell during cell division. هاي المايكروتيوبولز الوظيفة المهمة مالتها شو تساعد على انقسام الخلية أثناء الانقسام، تمام؟ هي شو تساعد لي إلها وظيفة مهمة بتنقسم الخلية أثناء الانقسام. المايكروتيوبول are also important compounds in the باو شباب. المايكروتيوبول شو يسوي لي مو انقسام الخلية هاي وظيفة وإلى وظيفة ثانية يكون سيليا وفلاجيلا هاي الاثنين يتحركن يحركن الخلية. ليش اكتسب هو المايكروتيوبول مو قال وظيفته انه هو الموبيلتي يعني حركة الخلية عن طريق شنو يكون سيلة والفلاجيلا وش ار ستركتشر ذات ايد ذا موفمنت اوف ذا بارتيكلز يعني يحرك جميع الخلية او عضياتها ايش دي يقصد. المايكروفيلمنت اسهل منها من تتكون من خيوط الاكتين بالضبط play a big part muscular contraction. الاكتين والمايوسين هن وظيفتهن شنو تقلص العضلات جينا ناخذهن سهلات يعني. هنا تتكون المايكروفيلمنت الخيوط الدقيقه من بروتين يسمى الاكتين. الاكتين شو يسوي يلعب دور مهم تقلص العضلات. انترميديت فيلمنت شنو يقصد بيها are constructed from the class هاي الانترميديت الجسيمات المركزية خلينا نقول هي يعني بصيغتنا أو الخيوط المركزية تتكون من الكرياتين. الكرياتين الوظيفة مالته كلمة reinforcement for the shape and position يعني هنا reinforcement شباب هي هنا المسؤولة عن تحديد الموقع يعني شلون أقول لكم أو تحديد الشكل مال شنو مال أورجانال يعني الجسيمات المركزية وظيفتها تحدد لي موقع وشكل الأورجانات الموجودة بالخلية وضحت؟ أو هي المسؤولة عن تكوينها هيج دا يحجي شباب اللي هنا راح نقول هنا نشوفه وإذا يوصف لكم هنا هاي صورة توضح هنا راح نتوقف هذا سوري أنا هسيب لي شوية الوقت يعني تعبان فنشرح هذا بارت إن شاء الله باشر بارت ونخلص بإذن الله. شباب هي المحاضرة شوية من النوع اللي مو كلها فهمية شوية فيها بعض الحفظ فساعدونا إن شاء الله وشوية تعبوا نفسكم ويانا وإن شاء الله نقدر نقدم لكم كل شيء. Thank you for listening to me. بالتوفيق يا رب.